كانوا لهم مسيره موفقه. احنا اليوم كنشوفوا اليوم الغرضات ديالنا، اليوم كنشوفوا في الجميع دابا مباشره. الحمد لله احنا باقي عندنا الثقه في هذا المنتخب ضروره خويا، لان اليوم انا جيت باش غادي ننتخب، انا جيت باش غادي ننتخب. صوتوا، عطونا الاصوات ديالكم، عطونا الاصوات ديالكم، عطونا هذه الفرصه، عطونا هذه الفرصه. الناس اللي ما كيصوتوش فيهم بعض الفئات، كاينين الناس مساكن، الناس مهمشه، الناس مجهوله، اللي كيتعارضوا لواحد الخطوره لانهم باعوا الاصوات ديالهم ديجا من بعد خمس سنين وكيمشيو يقضيو الاغراض ديالهم في الجماعه. شكون اللي غادي يكون بهم؟ شكون اللي غادي يساندهم؟ انا ما كنتش باغي ننتخب، قلت انا نمشي ننتخب، ربما هاد الانتخابات غننتخب، ربما تكون شي نتيجه. حنا غننتخبوا والكمال على الله. انا ديما كنصوت، ولكن صوتنا ولكن حتى حاجه ما استفدنا منهم. حنا بغينا دابا، بغينا تكون تغيير، بغينا يكون احسن من داكشي اللي داز. بغينا شي حاجه تغير ويديروا شي مستقبل للمسلمين ويديروا لهم شي خدمه. ما كاين اللي خدمه، الشباب تيضيع، الشباب كيضيع، ما خدام ما ردام ما والو، ما عنده حتى شي حاجه، ما كيبينوا للشباب والو. واش واحد عنده ليسونس وكيريش دجاج ولا كيدير خرينكو؟ واحد عنده الماستر كيقلب على مدرسه ديال 24000 ريال يقري الشهر وهو كاكثر منها؟ هذا الشيء راه ماشي معقول. كتقرا تتعيا، كتاكل الكوا تتعيا، وفي الاخر كيصيفطوك يقول لك سير قلب على راسك، دير مشاريع، دير مشروع لراسك، دير مشروع لراسك وجيب الدبلوم ديالك وسير قلب على راسك، دير مشروع لراسك وانت ما في حالكش. ولا كنتي قاري مزيان ونجحتي، درتي امتحان ونجحتي، كيقول لك فيك الفلوس، عندك 6 مليون، عندك 8 مليون، ها انت ديوانه، ها انت هادي، ها انت هادي، لا ما عندكش سير بحالك. ماذا حلال عليه ما حرام عليه؟ صباح